بتاع بيدر شمايكل بتاع بنفيكا ده، يعني جون بحبه جدا. في جون كبير احسن جون في العالم، في جون الهدف اللي انا شطته من نص الملعب في ملعب المقاولين كان حسين السيد، وفي هدف كمان كان فيه مع باوب اليوناني في الدوري اليوناني في اخر في الوقت الضايع باكويد عمل في جون كان بتاع منتخب بولندا، هدف 98 في بوركينا فاسو، هدفي في نادي الزمالك في 96 نهائي كاس افريقيا سنه 96 وقدرنا نحصل على الكاس، لان الهدف ده كان ضربه جزاء وضربه الجزاء رقم 6 ودخل ورا مني اللاعب من شوتينج ستارز ضيع الضربه. كنا بنلاعب كانو نيوندو الكاميروني في الكاميرون، ووصلت المباراه لضربات جزاء، وما كنتش انا من الخمسه المرشحين اللي يشوطوا ضربات الجزاء، لكن فجاه في ناس كانت مصابه وما رضتش تشوط، انا لقيت نفسي من ضمن الخمسه اللي بيشوطوا، واحرزت هدف جميل جدا. انا فاكر كان تعليق الكابتن الله يرحمه كابتن علي زيور، كنت يعني بتهيألي انا جريت الملعب كله رغم انها كانت ضربات ترجيحيه. يعني في منتخب مصر اعتقد هدفي في الكاميرون كان ضربه جزاء، مباراه الجزائر خصوصا بعد المباراه الجزائر، انا كان في قبلها مباراه المغرب ومضيع هدف، فالدنيا كانت بالنسبه لي صعبه قوي.